يا هلا ومرحبا فيكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج سبورت كلينك. دكتور محمد البحراني حياك الله. الله يحييك ويسلمك. تسلم على الاستضافه. الله يسلمك ان شاء الله. دكتور حضرتك اختصاصي في طب الاعصاب، هذا التخصص الجميل. دكتور دائما لما نسمع عن هذا التخصص اللي هو المخ والاعصاب او طب الاعصاب دائما يرتبط مع مرض الباركنسون. دكتور ابي اعطيك المايك وسولف لي عن مرض الباركنسون. مرض الباركنسون او الشلل الرعاش هو عباره عن مرض عاده مرتبط ايضا بالعمر المتقدم فوق ال 65 سنه، طبعا في حالات تكون قبل هذا العمر ولكن اغلب الحالات تكون بسن ال 65 عام. عاده المريض يشتكي بشكل متدرج خلال فتره تاخذ لها اشهر من بطء في الحركه، رجفه بجانب واحد من الجسم خاصه في الايد، بحاله السكون اكثر شيء، بالإضافة إلى آلام بالعضلات نتيجة شد العضلات، ومع تقدم المرض يبدي التوازن يتأثر أيضا بشكل كبير. في أعراض أخرى غير الأعراض الحركية قد يعاني منها المريض، حاسة الشم مثلا قد تتأثر بشكل مبكر، بعض الأعراض اللي تتعلق تكرم بالتحكم في البول، الإمساك، القدرة حتى الزوجية في بعض المرضى قد تتأثر عندهم، وأحيانا أيضا الجانب النفسي قد يكون أحد أعراض مرض الباركنسون مثل التوتر أو الانكزايتي والاكتئاب. ممتاز. دكتور هل من أعراضه أن أنا مثلا أصير في عندي صعوبة في النطق بعض الكلمات التأتأة ولا لا؟ هو بطء الحركة يكون عادة بعضلات الجسم بشكل عام ومنها عضلات النطق، فيكون أيضا هناك شيء يسمونه مونوتونس أو الكلام لحاد النغمة اللي يكون خالي من التعبير، يعني تبدي تون الصوت يكون بطيء ويكون خالي من التعبير، حتى ملامح الوجه يسمونه ماسك فيس أو الوجه اللي كان عليه قناع بحيث يكون ما في تعابير فرح، تعابير حزن بالضبط، نتيجة تأثر العضلات بشكل عام ومنها عضلات أيضا الوجه. ممتاز. دكتور مرض الباركنسون هل له علاقة مع الجانب الجيني وراثي أو لا؟ في جانب جيني. احنا دائما نقول اغلب الامراض العصبيه كل ما بدات بسن مبكر نفكر بالعامل الوراثي او العائلي بشكل اكبر، فالحالات اللي تبدي بين الثلاثينات والاربعينات وقد تكون حتى بشكل ابكر من هذا العمر، هنا احنا نفكر بفحوصات جينيه معينه، لكن بعد سن ال 65 عام يكون الاثر الجيني المباشر اقل، فهناك عوامل بيئيه تكون يعني لها اثر على المرض اكثر من العامل الجيني، ولكن هناك تاريخ مرضي قد يكون في العائله. صحيح. ممتاز. دكتور بالنسبه حق الرعاش او رجفه الايد في فترة الشباب، مثلا الواحد اللي يمسك له مثلا الكوب الشاي مثلا او كذا تلاحظ ان ايده ترجف، دكتور هل هذا مؤشر او هذا ما له علاقة؟ هو اكثر انواع الرجفة شيوعا اللي يسمونها الرجفة الفسيولوجية، ناتجة مرة ثانية عن القلق، عن الارهاق، كثرة الكافيين، التدخين، احيانا بعض الادوية قد تسبب هذا الموضوع. واحيانا احنا نسوي فحوصات حتى للغده الدرقيه، يعني فرط الغده الدرقيه ايضا قد يكون من اسباب الرعشه بشكل عام. السبب الاخر اللي قد يصاب في بعض المرضى بسن شويه مبكر عن الباركنسون اللي يسمونه الرجفه الاساسيه اللي يسمونها اسينشال ترمر. هذه تفرق عن رجفه الباركنسون انها عاده تكون بالايدين. الباركنسون يا بايد واحده او حتى اذا بايدين تشوف ايد جانب اكثر من الجانب الثاني. الشغله الثانيه بالرجفه الاساسيه او الوراثيه عاده تكون بحاله الحركه، يعني المريض لما مثل ما تفضلت يبي يكتب، يبي يمسك كوب، يبي يشرب، ايده ترجف. الباركنسون عاده تكون بحاله السكون اكثر. وعاده الرجفه الاساسيه ما تكون وياها الاعراض الثانيه اللي تحكينا عليها في الباركنسون، فبطء الحركه الشديد، الالام العضلات، التوازن الى اخره. وعاده في عامل وراثي قد يكون واضح، يعني العم، الابو الى اخره. ممتاز. دكتور راح نتكلم عن الطرق العلاجيه او الوقائيه لمرض الباركنسون، لكن ان شاء الله بعد الفاصل. ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، ناخذ فاصل ونرجع نواصل الحديث الشيق مع الدكتور محمد البحراني. يا هلا ومرحبا فيكم اعزائي المشاهدين. عندنا من بعد الفاصل. دكتور محمد ما شاء الله عليك بينت لي شنو هو مرض الباركنسون وشنو اعراضه وشنو اسبابه، لكن دكتور قبل ما ادش على الطرق العلاجيه او الدوائيه، هل في طرق مثلا تكون نوعا ما وقائيه من مرض الباركنسون؟
في كثير من الدراسات أشارت إلى ثلاث عوامل مهمة اللي هي الرياضة بشكل مستمر والعلاقات الاجتماعية حتى بعد المرض، أن الإنسان ما يعتزل يكون بدواوين، والحمد لله إحنا عندنا هذا الجانب الجيد بالكويت، والتمارين الذهنية، يعني حتى لو مثلا الشخص هذا متعود على سودوكو، كلمات متقاطعة، القراءة إلى آخره، هذه من الأمور الوقائية اللي قد تساهم في الحماية من المرض. في بعض الدراسات تشير حتى إلى كمية متزنة من الكافيين أو القهوة قد يكون لها دور في الوقاية من مرض الباركنسون، لكن هذه دراسات يعني متفرقة قد تشير إلى هذا الأمر. الجانب الدوائي، في بعض الأدوية، الكثير من الأدوية تستخدم لكن ما تعتبر شافية تماماً من المرض، يعني لا توقف تطور المرض. المرض يتطور، يأخذ له يعني عن 10 إلى 20 سنة على حسب تطور المرض. وفي أدوية كثيرة أشهرها السينمت اللي يسمونه الليفيدوب، اللي هو بديل مادة الدوبامين اللي عادة نقصانها في الدماغ تؤدي إلى أعراض بطء الحركة. ممتاز دكتور، دائما احنا نقول أن الدوبامين مرتبط مع الناحية المزاجية الجيدة. صحيح. وأيضا ممارسة الرياضة. صحيح. فإذا أنا كنت نوعا ما مستمر على ممارسة الرياضة سنوات طويلة، هل في دراسات تبين أني أنا إذا كنت رياضي أنا ممكن تكون نسبة تعرضي لهذا المرض قليلة؟ مثل ما قلنا، الرياضة بشكل عام تعتبر عامل حماية للكثير من الأمراض العصبية بدون تخصيص، يعني الجلطات الدماغية، الخرف، الأمئس، الصداع النصفي إلى آخره، كوقاية. وحتى لو حدث المرض قد يحسن أعراض المرض بعوامل مختلفة، منها الرياضة تحسن النفسية بالنهاية، والنفسية إذا تحسنت أي آلام وأي أعراض تقل حدتها عند الإنسان. طبعا الرياضات اللي احنا نوصف فيها، قلنا الرياضة اللي هي لها في قدرة على الاستمرارية متوسط الشدة، يعني نعم، في رياضات قد تؤدي إلى مرض الباركنسون، ومنها الملاكمة. نعم، صدمات. أي بالضبط، الصدمات، أي رياضة تؤدي إلى صدمات متكررة على الرأس ما تؤدي إلى مرض باركنسون، تؤدي إلى أعراض باركنسون. نعم، فبالتالي قد تؤدي إلى بطء الحركة والرجفة إلى آخره. ممتاز دكتور، أنت يمكن اخترت رياضة اللي هي فيها صدمات وايد كبيرة وعنيفة. نعم. لكن ترى الكثير من الرياضات العنيفة أو القتالية هي ممكن تسبب نفس الشيء. ممكن دكتور حتى الرياضات اللي فيها أكيد مشاركة بين لاعبين، التحامات بين لاعبين، أيضا ممكن تؤدي إلى نفس هذا الشيء. إنزين دكتور، هل في أعراض معينة أنا يجب علي إني أنا خلاص من ألاحظها في البيت؟ نعم. عند مثلا أحد الوالدين أو كذا أوديهم عند الطبيب المختص أساس يبلش في الناحية الدوائية؟ مثل ما قلنا، أشهر الأعراض اللي هي الرجفة، الرجفة اللي تكون عادة في حالة السكون، وعادة تكون بين الإبهام والسبابة بشكل دوراني حول الإيد. وممكن أحيانا الرجفة تأخذ حتى الفك، تأخذ الشفايف، وأحيانا أيضا قد تأخذ الرجل، ولكن مثل ما قلنا بجانب واحد أو جانب يطبع على الجانب الثاني. الأعراض الثانية الآلام اللي بالعضلات، مرات بعض المرضى يشتكون من آلام بالكتف، يتشخص بشكل غلط بفروزن شولدر مثلا، فيدور على دكاترة العظام، لكن بعدين مع الفحص السريري نشوف أنه لا، الموضوع باركنسون بالنهاية. بطء الحركة، بعض المرضى يتغير عندهم خط اليد، يصير صغير، يبدي يصغر مثلا، يبدي عند الحركات اللي تحتاج دقة مثل تسكيرة الأزرة بالملابس مثلا تشوف فيها صعوبة لأنها تحتاج دقة مثلا. فهذه الأعراض الأكثر شيوعا، بالإضافة مثل ما قلنا بعض الأحيان في أعراض أخرى اللي هي تتعلق بالإمساك، تكرام، الاكتئاب، حتى التركيز. الباركنسون قد يؤدي إلى تأثير على التركيز في بداية المرض يشتد مع تقدم المرض. ممتاز دكتور، ذكرت لي قبل شوي التدريبات الذهنية. نعم. هل التدريبات الذهنية هي تعتبر من الوقاية أو حتى نوع من تثبيت المرض وعدم زيادته لما يصاب الشخص في مرض الباركنسون؟ مثل ما قلنا كوقاية، وأثناء المرض قد يحسن من أعراض المرض. لما نتكلم على تمارين ذهنية، إحنا ما نروح بس على ألعاب ذهنية، تعلم شغلات جديدة، إنك تروح أماكن جديدة، تقرأ كتاب، حتى بعض الأحيان هنا يعني نتكلم على إنك تسمع موسيقى جديدة، أي سفر. تعلم ليرنينج، تعلم اللي راح يؤدي إلى تنشيط الذهن. ممتاز دكتور. نعم. أنا أعتقد أن السفر له علاقة وايد ممتازة، لأنه يرتبط في الدوبامين والسعادة والناحية المزاجية. نعم. والنفسية، وأيضا تعلم ثقافات جديدة المجتمعات. مثل ما تفضل. صحيح دكتور محمد البحراني، انا سلام. اشكرك على كل هالمعلومات هذه القيمه. شكرا. ولازم نركز على السفر دكتور الظاهر. ان شاء الله هذا كلنا لازم. ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، نصل حق نهايه حلقتنا لهذا اليوم، نشوفكم في حلقات قادمه ان شاء الله. مع السلامه.